كل ما تسوي أكثر وكل ما تخضع أكثر وكل ما تزعل تطلع تزعل وترجع وحدها أكثر، وكل ما يكونون أهلها ما عندهم زود وما عندهم سند بيها وما يعززوها أكثر، كل ما قيمتها تقل عند العيال. يعني علاقة طردية، اي كل ما أهلك يعزوش كل ما العيال يحترموش، كل ما أهلك يهينوش ويذلوش كل ما العيال يسوون نفس الشيء. يعني أقول لك أهلها ما عازيها وما ذاليها، فاللي عتها هيك أهل شو تسوي؟ هي تخلي القيمة لنفسها وهي تخلي القدر لنفسها. شلون نادين بطريقة تعاملها ويا هاي الناس، تجر عدل وياهم، تجر عدل تجر عدل، وتصير أصيلة مثلك وبتحمولة. المشي ونفع وياهم الأصيل، أحطهم تاج فوق راسي، أشيل هامة راسي وأخليهم، وسويت كل هذا اي وأطي بدون عطاء متبادل. لا والله والعالي سماه، أقعد الصبح وبالليل أبوس رجل أم وأبويا ورجل أختي وأخويا، ولا هاي الذلة. أتمنى إذا نخلي رجلنا اي إحنا عالجمر ونشوينا برجل وحده، نوخر الرجل الثانيه ما نرجع نخليها وتشوي اثنينات رجلينا ونتاذى ونظل بعد ما نقدر نتحرك، نخلي وحده من رجلينا طيبه حتى تساعدنا.